الراجل والست بيكملوا بعض مفيش واحد فيهم دوره أهم من التاني كل واحد ليه دوره وليه رسالة وإحنا في برنامجنا ضد الرجالة عفوا أشباه الرجال بنعرض معاناة الست مع أشباه الرجال هستنى آرائكم لأن زي ما اتفقنا إن رأيكم بيكمل رأينا هكون معاكم دينا أبو العلف ضد الرجالة آه على المنصات اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي تابعوني حلقتنا النهاردة هيكون فيها استغراب أو هيكون فيها جدل كتير قوي لأن هي حلقة غريبة شوية من نوعها مش ناس كتير قوي اتكلمت عن الموضوع ده جالي حوالي أربع رسائل من بنات تقريبا بيعانوا نفس المعاناة ونفس الشكوى وهي إن هم موجودين في بيت مع أهليهم بيعانوا من ضغط نفسي بيعانوا من طول الوقت من إهانات التقليل من قدراتهم حتى لما بيجوا اصحابهم يزوروهم في البيت بيتم التقليل منهم واحراجهم قدامهم واهانات واسلوب غير محتمل لدرجه ان في حاله منهم قالت لي انا بفكر ان انا اهرب من البيت احنا هنا يا جماعه قدام قضيه كبيره قوي في قضيه نفسيه وهي الاب التوكسيك او الاهل التوكسيك اللي هو زي ما معنى التوكسيك ايه ان هو السام سواء طبعا كلنا عارفين ان في علاقات كتير سامه سواء علاقه اهل سواء علاقه حبيب او زوج او خطيب او اصدقاء ايا كان العلاقات في علاقات كتير قوي بتكون سامه احنا النهارده هنتكلم عن الاب التوكسيك في البدايه كده حابه اعرف ازاي اعرف ان انا اهلي توكسيك او والدي توكسيك الاب التوكسيك بي بيبقى ليه كده صفات معينه واسلوب معين في البيت اول حاجه فرض الاراء بيفرض رأيه على كل أفراد الأسرة وممنوع أي حد تاني يقول رأيه غيره وهو الرأي الوحيد الصائب وكل الأراء التانية غلط تاني حاجة عدم احترام رغبات وقدرات الآخر في البيت سواء أم سواء بنت سواء ولد كله هو رأيه بس زي ما قلنا الصح الاستغلال المادي والنفسي والعاطفي دايما بيستغل أولاده ماديا وعاطفيا ونفسيا ده طبعا علامة كبيرة قوي للشخص التوكسيك في العموم التهديد والابتزاز دايما طول الوقت بيهدد ولاده لو ما عملتش كذا هعمل فيك كذا لو ما عملتش كذا هعمل فيك كذا هات كذا بدل ما اعمل كذا ده طول الوقت الايه آه لهجة التهديد موجودة في كلامه العقاب الجسدي واللفظي لإجبارهم على الخضوع للطاعة بتاعته طول الوقت بيضرب اولاده واحيانا بيعنفهم واحيانا بيبقى فيه عقاب بيوصل لدرجه العقاب الجسدي المؤذي نفسيا توليد كراهيه وصراعات بين افراد الاسره يعني مثلا يعامل طفل غير, غير البنت مثلا غير الولد عشان يولد بينهم كراهيه يقوله اختك مثلا احسن منك في كذا اخوك احسن منك في كذا دايما طول الوقت بيعمل صراعات بين افراد الاسره التقليل من قدراتهم وارادتهم امام الاخرين دي اللي البنت بقى كانت بتشكي منها اللي هو لما بيجي اصحابها في البيت بيحاول ان هو يحرجها قدامهم باي وسيله بقى ايا كانت تطلب حاجه لا لا مش موجود ما تصدعناش مثلا ايه الدوشه اللي انت عاملاها انت واصحابك ده هو ايه اللي جاب صحابك دلوقتي شويه كلام كده بنشوفه افعال ودي طبعا بتبقى واضحه وصريحه دلوقتي احنا عايزين نعرف قبل ما نقول ازاي نتعامل مع الاب التوكسيك حابين نعرف تاثير الاب التوكسيك او الاهل التوكسيك على الاولاد بيكون ايه لان ده اذى نفسي كبير قوي وممكن البنت دي تتجوز فيما بعد وتخلف وفي نفس الوقت هي عندها عقده نفسيه هتنعكس على اجيال تانية جديده التاثير النفسي بيكون دايما البنت بتكون عندها احساس بالكره والذل هي طول الوقت مذلوله وطول الوقت عندها احساس كراهيه ناحيه اهلها تاني حاجة الاحساس بجلد الذات الدايم طول الوقت بتلوم نفسها وبتجلد ذاتها على حاجات هي ما عملتهاش اصلا او ما لهاش ذنب فيها تالت حاجة التأثير على الادراك العقلي والنفسي هنا ما بيبقاش التفكير ساقط خالص تاني حاجة التأثير النفسي بيكون دايما في ضغط نفسي وهي دايما تحت ضغط نفسي وده بيولد مشاكل كتير اكبر وبيولد اخطاء ممكن البنت تعملها برا البيت رابع حاجة تدمير الثقة بالنفس الشخص اللي بيقع عليه دايما الضرر من الاب التوكسيك سواء بنت او ولد دايما بيحس بعدم ثقه بالنفس في كل حاجه بيعملها حتى في مشيته حتى في قعدته حتى في حركه ايده في تعاملاته مع الناس في تعاملاته مع اصحابه في المدرسه في تعاملاتها مع زمايلها في المدرسه طول الوقت حاسه بعدم ثقه بالنفس الفشل الاذى اللي بيقع على البنت ان هي بتفشل في كل جوانب حياتها النفسية والمادية والعملية والدراسية ما بتبقاش عارفة ان هي تنجح في اي حاجة لان طول الوقت هي موصلها احساس ان هي مش نافعة من الاب التفكير في الانتحار او الهروب هنا يعني هتوقف. هتوقف ثانية عند الحتة دي احيانا الاهل التوكسيك والاب بالذات لان الاب ليه تأثير كبير قوي في الاسرة انا برنامج ضد الرجالة فأنا بتكلم عن الأب التوكسيك ده موضوع الأساسي بيحسس الـ الـ البنت ان هي خلاص ما بقاش ليها قيمه في البيت ما بقتش قادره تستحمل طول الوقت تحت نفسي طول الوقت عندها كبت ممنوع ان هي تعبر عن رغباتها ممنوع ان هي تعبر عن اي حاجه هي عايزاها ما لهاش راي في البيت فبيوصل لمرحله ان هي يا اما تياس من حياتها وتفكر في الانتحار يا اما هتهرب من البيت في كلا الحالتين هي كارثه عائليه كبيره قوي بنواجهها في مجتمعنا وللاسف ما بنبقاش عارفين اساس الموضوع ايه والموضوع اساسه بيكون من جوه البيت الاب بيبقى انا مش عارف ليه بنتي انتحرت مش عارف ليه عملت في نفسها كده البنت هربت يبقى هي اللي قللت الاخلاق ما بندورش على السبب الاساسي جوه البيت عشان نقدر نحل المشكله اخر حاجه بقى فقدان الشغف والعاطفه البنت بيكون جواها عاطفتها كانها ميته ما بتبقاش حاسه حتى بعاطفه ناحيه اصحابها عاطفة ناحية أهلها عاطفة ناحية أبوها الأبوها لو مرض ما بتبقاش حاسة بالعاطفة والإحساس العاطفي بتاع الأب الطبيعي أن هي زعلانة عليه بالعكس بتكون شمتانة فيه الأم نفس الموضوع لو الأم توكس طيب انا دلوقتي عايزه اتطرق بقى لحاجه مهمه جدا وهي ازاي اتعامل مع الاب التوكسيك احنا طبعا في اي علاقه توكسيك الطب النفسي بيقول عدم المساس او عدم التعامل او ممنوع التعامل نهائيا مع الشخص التوكسيك يعني ما تتعاملش معاه ما عادش معاه ما تفهمش معاه في علاقه عمل في علاقه شغل في علاقه جواز في علاقه خطوبه ما تعاملش معاه لاني مش مجبرة لكن احنا هنا قدام حاله اب وبنت فمش هينفع ان انا اقول لها ما تتعامليش معاه ومش هينفع ان انا اقول لها هربي من البيت لان احنا طبعا ضد ده نهائي لان ليه كوارث تانية وليه توابع تانية اخطر ازاي اتعامل مع الاب التوكسيك اول حاجه خليك مؤمن بذاتك وقدراتك وارائك يعني البنت اللي انا بوجه لها الرساله دي دلوقتي او البنات اللي بعتولي لازم تبقي مؤمنه دايما ان عندك وجهه نظر لازم تعبري عنها حتى لو, الاب رافض لازم تؤمني بقدراتك ومواهبك وما ما تسمحيش لاي حد حتى لو الاب ان هو يهد ده تاني حاجه لازم تفهمي ان اهانة الاب ليكي هي مش تعبير عن ذاتك خالص لا هو العيب فيه مش فيكي انت فانت لازم تتدرجي ده ولازم تتخطيه تالت حاجة لازم تنمي مهاراتك وتنجحي فيها وتبقي ليكي شخصية مستقلة وده اساس الموضوع كله اللي هيتبني عليه شخصيتك قدامي رابع حاجة نقاط الدعم اللي في حياتك سواء كانت اصحاب سواء كانت قرايب سواء كانت عمتك سواء كانت اي حد بيديكي سبورت أي حد داعم ليكي لازم تتمسكي بيه وجدا خامس حاجه بقى هقولها حاولي تتجنبي ان انت تجيبي صحابك في البيت نهائي نهائي ام في الموضوع ده ممنوع صحابك في البيت لان اي وقت هتجيبيهم هتتحرجي قدامهم وهيتم اهانتك قدامهم وده هيأثر على نفسيتك فاحنا بنتجنب اي حاجه ممكن تحطنا في صراع مع الاب ده آه بعد كده النقطة اللي بعدها نعمل حدود في التعامل مع رب الأسرة لو انت عندك غرفة مستقرة خليكي طول الوقت في غرفتك ذكري آه بشري شغلك بشري تعاملاتك مع أصحابك تليفوناتك حاولي تتجنبي ان انت تحتكي بيه داخل البيت نهائي النقطة الثامنة ما تدوريش على الحب اللي فقدتيه في بيت أهلك في أشخاص أخرين برة البيت لان انت ساعتها هيبقى الشخص اللي انت بتلجئي له ده عشان تحبيه وتحس بيه بالحب اللي انت فاقداه من ابوكي الشخص ده هيبقى في وقت بيستغل ضعفك واحتياجك اختاري الشخص اللي فعلا يديك الحنيه ويديك الامان ويديكي الاحتواء عشان بيحبك انت مش عشان انت في ظروف فمحتاجه الحب ده لان دي علاقه هتبقى غير سويه ومش هتكمل تاسع نقطة ادي نفسك مساحة كبيرة من التعبير عن ارائك وعن اسلوبك وعن عن رغبتك في عمل اي حاجة حتى لو الاب رافض زي ما قلنا في الاول آه بعد كده هنحاول ان احنا نتجنبهم نهائي نهائي لو انت عندك القدره مثلا لو انت بتدرسي عندك القدره تقعدي في بيت الطلبه اعملي كده لو عندك القدره ان انت تستقل بذاتك ويبقى ليكي كيان مستقل بدون ما يكون في مشاكل مع كيان الاهل او يتعارض مع عاداتهم وتقاليدهم اعملي ده وما تتردديش في الحاله دي بتمنعي الاحتكاك وبتمنعي زي ما بنقول التعامل معاهم نهائي وبيبقى في زياره واحده اسبوعيه ومكالمه واحده يوميا ولازم تعوديهم على ده منعا للضرر النفسي اللي انت ممكن تتعرضي له حاولي بقى اخر حاجه اخر نقطه ودي هنشرحها كويس نحاول تحسين العلاقه بشكل ايجابي مع الاب معنى ايه اتكمل اتكلم معاه واتحاور معاه انا مش بقبل الاسلوب ده ولو سمحت عايزين نتعامل كده وعايزين نحافظ على علاقتنا ايجابيه انا بحبك لان انت ابويا ولان ربنا ربتني بيك برباط قوي جدا ونفسي تكون علاقتي معاك في البيت هاديه ومحترمه ومبنيه على اساس ايجابي لان انا بحس بواحد اتنين تلاته لما انت بتعاملني بالطريقه اللي انا ما بحبهاش اللي احنا بنقول عليها الطريقه التوكسيك او السامة حاولش تقلل مني وتشرحي له الجانب الايجابي اللي انت نفسك تتعاملي بيه احنا وصلنا لنهاية حلقتنا بس حابة اوجه رسالة لكل بنت مهما حصل جوه بيتك حاولي تحلي كل مشكلة بشكل ايجابي ما دايما ان انت تدوري على جواز عشان تخرجي من البيت والسلام لان أنتي بتبقي بانية ساعتها بيت فيك بيت مهدد بالانهيار واطفال هيحملوا امراض نفسيه وهيتحملوا نتيجه قرار خاطئ انت خدتيه في وقت غضب عشان تهربي من البيت ما تحاوليش تهربي من البيت وتروحي لاصدقاء سوء لان انت هتبقي بترمي نفسك في التهلكه مش هتبقي بتحلي مشكله بالعكس اشتغلي ونجحي وركزي على ذاتك وركزي على إرادتك وركزي على مستقبلك عشان تبني شخصيه مستقله تقدري تحاربي بيها اي حد حتى لو اهلك بس بطريقه ايجابيه هستناكم الحلقة الجاية في ضد الرجالة وما تنسوش اللايك والشير وهستنى أراءكم واستفساراتكم ومشاكلكم وبنتمتع بالسرية بتاعكم